اليوم بغينا هذا يعني هذا اللقاء الجهوي الاول من نوعه، هو نسلطوا الضوء على يعني النجاعه ديال الاشتغال المشترك مع جميع المتدخلين وجميع الشركاء ديال المنظومه التربويه فيما يخص الاعاقه داخل المؤسسات التعليميه. كيف ما كنعرفوا حنا الوزاره ديالنا يعني اهتمت بالشان التربوي لهذه الفئه عبر احداث واحد المراكز ديال الدعم والتقويه باش يمكننا نوصلهم للمستوى يعني يمكنهم باش يسيروا الدراسه ديالهم ما يكونش انقطاع. ولكن ايضا المنظومه محتاجه للشركاء باش يكون التغطيه الطبيه والشبه الطبيه والخدمات الاخرى الموازيه اللي عندها دور تكميلي مع المنظومه التربويه. يعني الشراكه اللي غادي توقع هذا اليوم كتدخل في هذا الاطار، هذا الاطار ديال الالتقائيه بين المشاريع وبين المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من مجتمع مدني وشركاء باش يمكننا هذا يعني تنميه بلادنا. وهادو مواطنين مغاربه عندهم الحق هما في التعلم وعندهم الحق في الخدمات الاخرى الموازيه، وبالتالي حنا كنوجدوا هذا الفضاء وكنعطيو اشارات عبر هذا اللقاء الجهوي المتميز على ان جميعا ما غادي نخليو ولا تلميذ خلفنا كيفما كان نوعه كيفما كان اختلافه. وبالتالي كنعطيو واحد الاشارات ايضا للمجتمع باش نوعاو بهذه الشريحه ونوعاو بالاحتياجات ديالها ونوعاو ان لا تنميه وحنايا كيكون عندنا واحد يعني الاقصاء ربما غير مقصود ولكن كيكون اقصاء لهاد التلاميذ اللي هما رجالات الغد اللي غادي يبنيو المجتمع. وبالتالي اليوم بغينا نقولوا ان غادي نبنيو المجتمع جميعا كيد واحده وتنميه لا تنميه بدون المرور عبر المدرسه المغربيه، والمدرسه المغربيه تفتح الابواب لجميع التلاميذ بالرغم من الاختلافات ديالهم، والاختلاف رحمه والاختلاف في اغناء للحقل التربوي، اغناء للتلاميذ واغناء يعني لبناء صرح مجتمع حداثي، مجتمع ملتف حول قائد البلاد الله ينصره والله يشافيه. له دور محوري ودور كبير في التربيه الدامجه وفي انجاح مشروع التربيه الدامجه وفي انجاح تنزيله، سواء اذا كان الاستاذ دامجا او سواء اذا كان الاستاذ مشرفا. فالاستاذ الدامج عليه ترتكز التربيه الدامجه بحيث يقوم في البدايه وفي الاستقبال، فهو يلعب دور كبير في اكتشاف حالات اللي في وضعيه اعاقه وفي توجيه الاسر ايضا، كما ان الاستاذ المشرف على الموارد هو يعتبر مرجعا داخل مؤسسته ويعتبر المرجع في كل ما يتعلق بالاعاقه وبالتربيه الدامجه، وله دور كبير في ربط علاقات والتواصل في الاطار تنظيم الاطار العلائقي داخل المؤسسه وفي ادماج هؤلاء الاطفال في داخل المنظومه التربويه.